بغيتو تعرفوا فين كنا؟ كتشوفوا داك الجامع الفوق، وهذاك الحجر الفوقاني راه كنا تما. وهذه المنطقة ديال ديكي، واللي كيشبر طريق ديال القصر الصغير راه غادي يعرف ديكي. فكاين واحد المطعم فيه واحد ما غادي نقول والو، انت تجلسوا فيه وتعرفوا وتشوفوا لي بري ولا كاليتي وغتعرفوني علاش قلت فيه واحد المطعم. اوكي، يعني منطقة اكسترا اوردينير، متعة نتمنوها لكل عزيز. بعض البنايات في منطقة الديكي، بنايات كتجعلك تطرح تساؤلات، وتساؤلات بلا ما ندخل في التفاصيل. منطقة ديال ديكي اللي تحدثت لكم عليها قبل قليل، والمطعم ديال السمك اللي وانا شخصيا الاصدقاء ديالي وهذا ما كنصحهمش به لاسباب، المهم اسباب شخصيه. والعماره المهجوره ديال احد الاشخاص اللي كيتقال هنا على انه يعني سجن لاسباب معروفه عند سكان المنطقه. والواجهه الاخرى كاين داك حامله لي كونتينر، بجوارها سفينه اخرى، وثم المنطقه المعروفه الطريفه وجبل طارق. اذا مشينا في اتجاه هذه العماره فين كاين واحد مجموعه الطيور ومهربوا، كاين باطو تما، دونك هذيك المنطقة هي جبل طارق. و جوست اكوتي ادروات فين كاين واحد السفينة حمراء، سي البور طونجيميد، يعني المنطقة ديال البوغاز منطقة استراتيجية، السفن كلها اللي كتلاحظوا في البحر الابيض المتوسط يعني ما عندهاش ممر من غير هاد الفتحة هادي. À bientôt. هنا قلب سمي اي بيتي هذا المطعم الحمد لله ما كتبش عليه. شنو غادي نقولوا على اللانجره؟ هذا مقهى ومطعم ديكي. وحنا في انتظار البيس اللي كيجي من طونجيميد، واسبيرون يجي خاوي ما يخلينا شامبان هنايا. حوش حوش يا وحوش.